جامعات أهلية حصلت على الاعتمادات الدولية واعتمادات محلية، وهذا بحد ذاته نجاح، نعتبره نجاح كبير أن تعتمد أكاديميا ومؤسسيا من جهات عالمية ومن جهات ومن الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في السعودية. وقد لا يعني أجامل بأن نقول أن سبقنا التعليم الحكومي في هذه الاعتمادات. جميل جدا، يعطيكم العافية. مع تحفظ شديد يعني.